ممكن بقى الجزء بتاع السلايد ثيكنس ده بنعمله بطريقه مبتكره شويه الحقيقه، ده يعني عشان نقدر نقيس الثيكنس ده بيساوي كام، بنحط فانتوم عباره عن يعني ده مطبق ده مش محطوطه في ميه ولا في حاجه، عباره عن الومنيوم ستريب كده بالمنظر ده، والالومنيوم ستريب ده ممكن نحطه باي انجل احنا عاوزينها كويس، الانجل بتاعتنا زي ما احنا عاوزين كويس. وبيسكلي اللي مطلوب مننا كالاتي دلوقتي، احنا عندنا طبعا لو انا برسم بحط الكلام ده كده وبعمل له سكاننج في السلايس، بعمل السلايس بتاعتي الثيكنس بتاعها بيبقى كده اوكي، يعني بعمل سكاننج للشكل ده كده بحيث السلايس بتاعتي بتبقى هنا كده والسلايس ثيكنس بتاعي اللي هو دي دوت، لما اجي ببص للصوره بتاعتي بلاقي الجزء اللي ظهر من الـ من الالومنيوم راد دوت او الالومنيوم ستريب ده هيبقى عباره عن الجزء ده. الجزء ده يطلع لي مسافته قد ايه في الصوره؟ بيظهر لي مسافته عباره عن سمول دي ديت، لان هي هو موجود من اول هنا لغايه هنا، فيظهر لي في الصوره موجود هنا بالشكل ده كده. ايه علاقه السمول دي باللارج دي؟ هلاقي العلاقه بينهم بتبقى لها علاقه بالانجل، انجل في اللي موجوده عندي هنا دي، هلاقي ان الدي اللي هي كابيتال دي اللي هي السلايد ثيكنس بتاعي بيساوي سمول دي في تان في اللي هي تايم تاني الانجل بتاعتنا اللي موجوده هنا. فحسب الانجل بتاعتنا كام وحسب انا قست بقى من هنا الدنيا عامله ازاي، اللي هي الجزء اللي ظاهر لي من الرد ده عامل ازاي اوكي، بقدر ببساطه احسب الايه السلايد ثيكنس بتاعتي بتساوي كام اوكي. عامه لو انا ببص بقى على الحسبه دي كده هلاقي ان الدي مينيمم بتاعتي اللي هي اقل دي ممكن اقيسها هتبقى عباره عن بي على كوزاين في. ايه هي البي؟ البي هي الجزء اللي هو نقدر نقول عليه ان هو الثيكنس بتاع الايه بتاع الستريب نفسها اوكي، لان هو ده اخر حاجه اقدر اقيسها، يعني ممكن اصغر ده اصغر دي لغايه لما توصل في الاخر تبقى صغيره جدا جدا جدا، هلاقي ان في الاخر البي اللي هي الثيكنس ده ابتدى يبقى اكبر من الحاجه اللي انا جايبها من الدايركشن ده اوكي. فعامه اقدر استعمل الطريقه دي بس ابقى متاكد ان انا الفاليو بتاعتي طلعت اكبر من دي مينيمم دي، لو طلعت اقل من دي مينيمم يبقى انا محتاج ان انا استعمل ستريب تانية يبقى فيها البي بتاعتي تبقى اصغر كفايه ان انا اقدر اقيس السلايس ثيكنس بتاعي من غير ما يكون في اي ايه اي ليميتيشن عليه.